أم أحمد، عمري 45 سنة. قصتي مثل قصة سوريين كتار، نزحت من بيتي بريف الشام وطلعت على لبنان بال 2012 أنا وأربع أولاد. تسجلنا لاجئين بالمفوضية، بس بعد 2019 الوضع بلبنان بطل محمول أبدا، فرجعت على سوريا، وبعد سنتين بسوريا رجعت مرة تانية على لبنان. أول مرة هربنا من الموت، وتاني مرة هربنا من العيشة بسوريا. لما جوزي قرر يرجع ما قدر، لأنه ما حصل موافقة من لجان المصالح ليضمن أنه ما يعتقلوا بس يرجع. وهون كنت لحالي بسوريا وبمصيبة. ما قدرت ارجع بالطريق النظامي، وسافرت مع اربع اولاد، وسافرنا بالليل. ما كان الطريق ابدا سهل، وبتذكر انه مرقنا بحمص وفجأة طلع لنا حاجز، ولحتى يخليني كفي الطريق طلب مني اكرامية. ترجيته وقام حاول يمد ايده علي. كانت ابشع لحظة بحياتي، كنت خايفة كتير، حسيت كل شي خلص، واكثر شي فكرت فيه انه شو حسيت بولادي. رجعت بصيف 2022 على الغوطة، وببساطة ما لقيت بيتي، كان كله مدمر. قمت لحسة كنت ببيت قرايبينا لبين ما يتحسن الأحوال، بس الناس هونيك ما تقبلوني، كانوا يتطلعوا فيي بطريقة غريبة كأني خاينة أو عميلة، يخافوا يتعاملوا معي. تأمين الأكل لأولادي كان مستحيل. حاولت أشتغل بتنظيف البيوت، لا في كهرباء ولا غاز ولا دواء، ولا حتى عندي أوراق ثبوتية لحتى أخذ حصتي من اللي بتوزعه الدولة. مرة كنت عم راجع دائرة حكومية مشان ورق زوجي، كنت عم بحكي مع عسكري، فطلع فيني وقال لي شو عندك اليوم؟ تعالي نتعشى ورضيني بتكوني رضيانة. هون ضربته بشنطاتي وطلعت وما بقى رجعت. كان لازم رجع أولادي على المدرسة، ابني صغير خلق بلبنان وما عنده أوراق سورية،
فكل مرة كنت روح كانوا يطلبوا أبوه لأنه بالسجلات اسم أبوه مطلوب. فكان القصة صعبة، حتى بنتي عندها مرض بالدم بس لأنه ما عندها أوراق علاجها كان كتير صعب وما بقدر أشتري له دواء حسابي. إذا بتريد عندي سؤال، هاي المقابلة إنه بدكم ترجعوا سوريين على سوريا؟ بتعرف إنه بقتل حالي وولادي إذا قررتوا ترجعون؟